نحكي عن شخصيتين اليوم هالقد بتحبون، يوسف ومريم، أو خليني أقول مريم ويوسف، اللي كانوا شخصيتين من شخصيات المغارة والأقرب ليسوع المسيح. هن رمز للإنسانية، الإنسانية كلها. وهون منتذكر كيف الله المجد إله بسفر التكوين خلق الإنسان ذكراً وأنثى خلقهما، رجال ومرا خلقهم، حب وقال لهم انميا وكثورا واملأ الأرض. وكيف خلقهم؟ على صورته ومثاله. لما منطلع بهالشخصيتين منفهم أولاً أنه عندهم مهمة بالتاريخ. أولاً منشوف صورة المرا، هالمرا اللي بيحكي عنها سفر التكوين وبقول لمن سقطت البشرية بسقوط آدم وحواء بلشت العداوة بين المرا ونسلة والأفعى ونسلة. فقط منعرف مني المرا بإنجيل لوقا، لوقا اللي بيحكي عن البشارة. شو صار بالبشارة؟ بالبشارة نفهم القصة ومنعرف مني هالمرأة مريم. مريم العذراء من الناصرة، مخطوبة لرجل اسمه يوسف. مريم ومعنى الاسم باللغة الفرعونية حبيبة الله، بالسرياني اسم مريم معناها سيدة، بالسرياني اسم مريم معناتها سيدي أو نجمة البحر. العذراء مريم أصغت لكلام الرب، تأملت بعجيبه، وكانت هي الأرض الصالحة اللي حفظت الكلمة بقلبها وتأملت فيها. كلمة وحدة قالت العذراء مريم، وهالكلمة غيرت مجرى التاريخ، والكلمة كانت فليكن. بالإنجليزي منقول let it be، بالفرنساوي منقول j'accept، وبالعربي منقول ها أنا ذا، أو بقبل، أو فليكن. وابتدى مع هالكلمة سفر تكوين جديد، وعهد جديد. ولما قالت مريم فليكن، عرف إبليس هوية عدوته المرأة. برجع بذكر بسفر التكوين، سوف أجعل عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها. نعم، العداوة بلشت لمن قالت مريم العذراء فليكن. وهالعداوة إخوتي ما بلشت بس عند الصليب، مثل ما البعض بيفكروا. سمعان الشيخ لمن قال لمريم سوف يجوز سيف في قلبك، ما كان عم بيلمح للحرب اللي بدها تخرق قلب يسوع وجرى من جنبه دم وماء. ابدا، كان عم بيقول لمريم، يا مريم كل حياتك رح تكون مفخخه، وفي عداوة بينك وبين الأفعى، بين نسلك ونسله. نسل مريم هو يسوع، ونسل الأفعى هن كل الناس اللي ما فهموا دعوة يسوع، ومن بيناتهم هيرودس، من بيناتهم بيلاطس، من بيناتهم قيافة وحنانيا، من بيناتهم الفريسيين والكتبة. فإذا القصة كانت عداوة عمر الزمن. وهون ومن وقت اللي قالت مريم فليكن ابتدت المعركة. تهجير، تشريد، قتل أطفال بيت لحم، عداوة شرسة بين ابنها والفريسيين والكتبة واليهود والأحبار. وبكل هالوقت كانت العذراء عم تحفظ كل هالأشياء بقلبها. إخوتي، العذراء بتعلمنا الإصغاء، التأمل،
تواضع وبتحقق بقولك كل انتظارات البشرية اللي عم بتئن وبتنطر قدوم المخلص. من هون ما في إلا ما أقول شكراً مريم، شكراً لأنك قلتي كلمة السر، قلتي فليكن. وهذا الشيء بذكرني بمطلع سفر التكوين اللي بيقول قال الله ليكن نور فكان نور، قالت مريم فليكن فكان التجسد. إذا منتطلع بلغة المغارة، هذه لغة أخوتي، مثل ما بتقولوا نحن نعرف نقرأ بعدة لغات، عربي فرنساوي إنجليزي يوناني عبراني يمكن يوناني يمكن، وكمان نعرف نقرأ لغة العيون. وأنا اليوم بدي قلكن يا ريت منتعلم نقرأ لغة المغارة، لغة تواضع مريم ويوسف، لغة جديدة إذا فهمناها رح تكون لغة التجسد عم تمشي بعروق البشرية ورح تعطينا ثمار، وأكيد ثمار كبيرة. شكراً مريم لأنك قلتي فليكن، شكراً لأنه بهالكلمة بلش معك عهد جديد، مع كلمة فليكن بلش عهد جديد. إنجيل يوحنا بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة كان هو الله، به كان كل شيء، ومن دونه لم يكن شيء مما كون. قالت مريم فليكن فكان تجسد. إن شاء الله تكونوا ريتوا معي لغة المغارة وكلمة فليكن اللي قالتها مريم، هالمرأة اللي بتقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. نعم إخوتي، إذا نحن اليوم منحب مريم لأنه مريم قالت كلمة السر، كلمة اللي خلت الله المجد له يتجسد، كلمة فليكن. وأنا بقلكن اليوم نعم، تعوا نتعلم نقول فليكن، والله معكم.